جماعه هيا جماعه نقدموا جماعه هيا كامل هيا انا مدينه قسنطينه من بين اقدم المدن يعني في شمال افريقيا بينهم سترابون كما تيتليم كما بلين وغيرهم من المؤرخين القدامى وحديثا نجد ارنس مارسي لدار كتاب على كتاب عنوان ايسوار دو قسنطين قسنطينه مرت بمراحل تاريخيه نبداو المراحل الاولى هي عصور ما قبل التاريخ وراح نتكلموا على الشيء اللي جيتوا عليه هو لاكور دي زوت لاكور دي موفلون لاكور دي بيجون يعني الحمام ايليا بلوزيغ كيما حنا عده كهوف ما مغاور كانت مسكن ومأوى للانسان الاول وكثير من الاثار هذه التي تم العثور عليها بهذه الكهوف معروضه بمتحف سيرتها الوطني معروضه حتى بمتحف باوروبا خاصه في فرنسا حيث هربت كثير من الاثار الى المتاحف الاوروبيه وخاصه الفرنسيه وعلى راسها متحف لوفر. يعني عجبا المؤرخين تاعنا عندنا اولاد في لي اسوسياسيون سوسيو كولتورال يخرجوا يحبوا يديروا دي سورتي مي باش يلقاو كيما نقولوا واحد دي زيستوريان ولا حاجه يخرجوا معانا ولا يقدموا لنا شويه واش من تاريخ تاع لا بري استوار دو كوستانتين ما كانش الشيء اللي قاعدين نهزوا فيه قاعدين نهزوا فيه مكتبات من مخلفات الاستعمار الفرنسي سي شي اللي كتبوه هما كما يقول لك ليستوار اللي تيكريت بار لي فانكور شي اللي يحكيه هنا رانا نمنو به وخلاص ما لقيناش ان كونتراديكسيون دو لا بار دو نو زيستوريان اون امري بيان كي سو مات اجور و يي كومونس ا ترافايي باسكو نوتر بي تري ريش الى ان لونغ ايستوار كي دات دو افون قبل من روما تاريخ الجزائر راهو قبل من روما وتاريخ قسنطينه اكثر فاكثر برك في ذا سيكل ايستوار كونتينيو فو با ساريتي ان ليفر كي ايتي اكري كي ايتي ديفيزي يا 50 ans لا ايستوار سا دوات اتر حاجه اللي ما تحسبش ما تحبسش سيك ليكسبلوراسيون دي سيت اركيولوجيك كوم كونستانتين لهنا مازال ما تحبش مازال يا بوكو تشوز افير يا بوكو تشوز ادير يا بوكو تشوز ايكرير اي ماذا بينا ك لي زيستوري حنا ني ريان نقول لك مانيش شي با نيستوريان مي شوي ان فان دو ما فيل ناتال جيمري بيان كونيتر جيمري بيان دير بوكو تشوز ا مي زونفون انا تاني جو ترانسميتر
نجم الدين و راح نكبر الدين. عندك لمبه تقيسيش بيدك جاتني يدي ماشي رجلي مشكل. عندكم الضوبه تخرجوا شو لسانكم مركبات هاي سي بوي مصحف الزيميرات خليه يتغشى خليه يعطيه الماء. قاعد اكل يبلى هنا بشبع. الخرجة هذه كانت إلى مغارة أروى ومغارة الدبابة، كانت من تنظيم جمعية حماة قسنطينة الثقافية بمشاركة نادي درب السياح، بمشاركة فوجين من الكشافة الإسلامية. تكفلت جمعية حماة قسنطينة بكل ما يخص الأوراق والتحضير وكل ما إلى ذلك، وتكفل نادي درب السياح بالطريق والصعود. كما شاهدنا الخرجة كانت في تضاريس جد صعبة، المشاركين كانوا في القمة، يعني المشاركة كانت ناجحة وحققت الأهداف تاعها، خصوصا مع الدليل السياحي الذي لم يبخل عيننا بأي معلومات. تعرفنا على المغارات، تعرفنا على تاريخ المغارات. الخرجة هذه كانت من تنظيم حماة قسنطينة بمشاركة الفرع التابع لها اللي هو نادي درب السياح. حضروا الممثلين تاع نادي درب السياح، وكانت ايضا بمشاركه فوجين من الكشافه التابع لبلديه ابن باديس. خرجها كانت يعني في القمه، حضور كان بزاف، تعرفنا على ناس جدد جام يخرجوا معنا. الحمد لله وصلنا للكهوف زرناهم، دور عدات لاباس مليحه، شويه سخانه برك، شفنا بلايص جام شفناهم، عدات لاباس الحمد لله. بس اللي عجبتني منين مشيت الغارة داك اللي منين الدار والكهف هذاك تاع الدبابة. هي الخرجة تاع اليوم وانا عد في نادي درب السياح، سمعنا من الرئيس تاعنا يحيى هو اللي قالنا كاينه خرجة اليوم راحين ينظموا خرجة الكهوف تاع قسنطينة باه نعدو لها الفالور تاعها، وتتصنف ضمن التراث المدني لمدينة قسنطينة لانها ماهيش مصنفة في القائمة تاع التراث. السلام عليكم. اليوم جينا رحنا في خرجة نظموها حماة قسنطينة. خرجة كانت مليحة وسبيسيال باسكو ما نقدروش حنايا واحد كيكون وحده ولا اونتخ دي زامي هكا بتي جوف ما يقدرش يروح كيما رحنا حنا اليوم. رحنا تلاقينا في المونيمون، كانت كنا متفقين في فيسبوك باش يجيو دابا كانت مفتوحة للجميع تحت تنظيم حماة قسنطينة وفرع درب السياح. كشافات كاينين بزاف كشافات اللي جاو معانا، تلاقينا في المونيمون ورحنا هبطنا في الحجر تسلقنا جربنا كلش. اليوم رحنا لكهف الدبابة وكهف الأرواح.